انطلاق عملية النصر الذهبي في الساحل الغربي اليمني بدعم من قوات التحالف وبالتزامن مع عمليات عنيفة لاستعادة مدينة وميناء الحديدة غرب البلاد، استنفاذ كافة الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الميليشيات الحوثية من المدينة الأكثر أهمية. السيطرة على الحديدة تعني تحولا جوهريا في موازين القوى لصالح الشرعية. خسارة الحوثيين ستكون كبيرة، فالحديدة تاريخيا كانت بوابة دخول صنعاء. محاولات بائسة لوقف تقدم قوات الجيش اليمني في الحديدة من قبل بعض دول مجلس الأمن التي تدعم الانقلابيين الحوثيين. سقوط الحوثيين بدأ، وقطع آيات إيران من اليمن أصبح وشيكاً.